خلينا بس نتكلم في الاول على وجودك في مصر. طبعا تحقق نجاحات كبيره على مستوى التلفزيون وعلى مستوى السينما. فكره ان انت تقدم خطوه المسرح، انت شايفها جت متاخره؟ لا خالص، يعني كنت ممكن، انا بقول ده طول الوقت، ما مش لغايه دلوقتي ما فيش تجربه فعلا انا حاسس انها هترجعني على خشبه المسرح، مش لعدم وجود التجارب مهمه، لا، لانه تجارب مش مناسبه ليا كنوع من الممثل. لكن الحمد لله، يعني كل تاخيره فيها خيره، كل يعني صبرت ونولت زي ما بيقولوا. انا فعلا استنيت وكانت تجربه مهمه. انا صبير من التونسي، انا بعشقه يعني، والحان احمد صديقي، ومشروع مهم جدا، ووجود دكتور يحيى الفخراني، وبما قدمته كايرو شو بعدين من فكره الابهار البصري الحقيقي بموضوع بكونتنت مهم، مش بس لغرض الابهار، وانه فعلا قدرت ترجع المشاهد المصري اللي كان عنده في تركيبته خروجة المسرح. ودي مغامرة، لأنه إحنا كنا عاملين بعبع اسمه إنه الناس ما عادتش تروح مسرح، لكن لما فعلا خدنا المغامرة بشكل حقيقي وكايرو شو أكشلي، يعني لا، ده الناس جت. وبالتالي أنا مبسوط إنه كل العناصر اللي موجودة في المسرحية، فعلا قلت إنه أنا اخترت صح، إن المشروع الصح جه في وقته إني أنا أرجع على خشبة المسرح. فكره ان اوبريت وانه عمل اللي اتعمل اكتر من مره، دي كلها ممكن تشوفها صعوبات ولا شايفها ان هي ميزه؟ لا، هي تحدي لطيف، يعني هي تحدي حلو، لانه العمل ما فيهوش تحدي ممل. وطالما لو انت مش عامل تحدي وما فيهوش المتعه دي، برضه هيوصل الاحساس ده للجمهور، لانه قاعد قدامك. انت لو كنت عامل حاجه مش ما فيهاش التحدي وما فيهاش التعب، هيحس انه انت ما تعبتش. فانا شايف انه لا، هو كان مشروع صح في وقت صح، يعني وبتكوين صح. يمكن اتكلمت عن ان في لقاء للدكتور يحيى الفخراني اتكلم على ان المسرح بيعيد الفنان لالتزامه، بيعيد الفنان ان هو زي تمرين او تدريب زي ما هو قال. كان ايه البديل ده؟ يعني بما انك كنت غايب عن المسرح، كنت بتعوض ده بايه؟ وكنت اكتر حاجه ورش التمثيل، يعني ورش تمثيل بتابعها بره مصر. يعني كنت بحاول دايما اعيد لياقتي كممثل من خلال ورش تمثيل مع ناس متخصصه، سواء بيجوا هنا مصر او انا بسافر لهم. موسى، يعني الفيلم تم طبقه من فتره قريبه ومحقق صدى كويس جدا حتى على مستوى الايرادات، هو بقى تاني فيلم في شباك التذاكر. فكلمنا عن دورك في الناس، مش انت قضيتك بس، يعني شرير، يعني ليه؟ لا، هو يعني بص، هو لازم يكون في، يعني هو الفيلم موسى هو مش على نظام مارفل، هو على نظام دي سي اكتر، اللي هو الشخصيات عندها مأساة بتاعتها. بس فيلم موسى تجربة مغامرة، بس مغامرة مدروسة، وبداية لشيء فعلا احنا محتاجين انه يكون عندنا في السينما، وبنفس الوقت معمول بطريقة حقيقية، بطريقة صحيحة. وكان كل قلقنا انه لما احنا نقدم فيلم موسى الناس تصدق انه ده عندنا. والحمد لله ده اللي حصل، بنية الحكاية مرسومة ومحبوكة بطريقة تخليك تصدق انه ممكن ده موسى يكون عندنا فعلا، وده ممكن. فلما يحصل الصدق ده، او المشاهد يشتري الفكرة ويصدقك، ده نجاح الفكرة، خلاص انت قطعت شوط كبير. لانه في السينما الغربية، في هوليوود مثلا، انت مش محتاج تبرير كتير عشان الناس تصدق انه انت عندك الروبوت او عندك الشخص ده اللي بيطير او اللي جاي مش عارف ايه. لكن انت مشاهد العربي عشان ممكن يصدق ده بسرعة من مارفل، بس هنا لو قدمته بلغة عربية خلاص، هو انت محتاج وقت كتير عشان يصدقك، ممكن ما يصدقكش. لكن احنا الحمد لله اجتزنا ده في المشروع، في الفيلم، عارف المشاهد يورط معانا مع الحكاية ويصدقها ويكمل معانا. وبالتالي احنا خلاص الحمد لله احنا كده حطينا الخطوة الاولى في فكرة انه اي حد ممكن يجي يقدم فكرة، هو مش محتاج الكم ده من المجهود عشان يقنع الجمهور.